هذا السؤال مشترك للجميع. العراق هل يحتاج إلى قرارا جريئا بالذهاب إلى بريك بلس والصين، أم يبقى أن يحسب حسابا للغضب الأمريكي؟ سيد باسم، يعني أعتقد أن العراق يحتاج التوازنات، ذهابا منفردا وكسر الإرادة أو كسر الرغبة الأمريكية لن يصوم في صالحه، لا سيما وأن هنالك اتفاقية طويلة الأمد ما بين العراق بين العراق والولايات المتحدة، عليه أن يخلق توازن ما بين الطرفين، وعليه أن لا يذهب إلى سياسة المحاور والاستقطاب لأنها لن تصب في صالحه. أنا أشكرك دكتور، هيا التعليق لك على هذا السؤال نفسه. هو الموضوع ليس بهذه السهولة حقيقة، ربما تغير الإدارات الأمريكية يفرض رؤى استراتيجية، وتغير الحكومات أيضا يفرض رؤى استراتيجية أخرى. المهم أن يكون هنالك أولوية للعراق، ماذا يريد وكيف يستثمر علاقاته، سواء كان مع الصين أو كان مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا نحن لسنا بحاجة إلى الكثير من الأزمات على المستوى العلاقات الخارجية والدخول في محاور ربما تزيد الوضع الداخلي توتر. أنا أشكرك سيد علاء الخطيب رئيس تحرير جريدة صحيفة المستقل اللندنية، شكرا جزيلا. الأستاذ باسم الشيخ رئيس تحرير صحيفة الدستور العراقية بغداد، شكرا جزيلا. الدكتور إياد عنبر أستاذ العلوم السياسية جامعة الكوفة.